حياكم الله، إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أقر البنك المركزي العراقي بارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 73 تريليون دينار، أي ما يعادل 55 مليار دولار. وأكد مختصون أن تلك الديون تشكل استنزافا كبيرا لموارد الدولة، لا سيما وأن حجم الفوائد على هذه الديون الداخلية وحتى الخارجية ما يزال ضخما، مشددين على أن السلطات الحكومية لا تحسن إدارة هذا الملف الذي بات يمثل ضغطا كبيرا على أدوات السياسة النقدية المختلفة. توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارا، وقال كوجر إنه من المتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى 70 دولارا، وهذا يعني أن سعر نفط العراق سينخفض بمقدار 5 إلى 7 دولارات عن الأسواق العالمية. وأشار إلى أنه في حال وصل سعر برميل النفط إلى 60 دولارا فإنه سيؤثر في اقتصاد العراق وسيعطل الكثير من المشاريع، فضلا عن تأثيرات جانبية ستمس تأمين رواتب الموظفين. سجلت أسعار خام البصرة ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الحالي، متأثرة بتواصل ارتفاع أسعار النفط العالمية للأسبوع الثالث على التوالي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 74 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و 31 سنتا، محققا مكاسب أسبوعية بلغت دولارا و 56 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ 79 سنتا ليبلغ سعره 76 دولارا وسنتا واحدا، ويسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت دولارا و71 سنتا. انخفضت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا بمعدل تجاوز 48% خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022. وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية فقد بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.9% مسجلة 35,005 عقارات. احتل الروس المركز الأول بشراء 10,560 عقارا، تلاها الإيرانيون ب 4,272، ثم العراقيون ب 1,917 عقارا. قال المرصد العمالي في الأردن إن معدلات الأجور لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية في البلاد وارتفاع الأسعار الذي طال مختلف السلع والخدمات، ما رتب أعباء كبيرة على المستهلكين. وأضاف المرصد في سياق تعليقه على ارتفاع معدلات التضخم في الأردن أن ذلك لم تقابله إعادة نظر بالأجور وحدها الأدنى سواء في المجلس أو في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، وأن الأسعار في تصاعد وقد تستمر بارتفاعها خلال الفترة المقبلة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.